كما ستعرف السنة القادمة بحول الله القضاء على الحي الهش المسمى عامة بباطمة طليان، حيث ستنتهي باطمة طليان ترحل وستبقى ساحة خضراء يتزينا من لازم نهويو البلاد، ما نديروهاش كاع باطيمات وباطيمات بدون اي نظره معماريه، لازم نصدموا وهران ونشجعوا المستثمرين، ولكن في الاماكن التي ساخصصها طبقا لقوانين العمران والمدينه والمخططات العمرانيه. خلاص للفراغات المخصصة للترفيه سأشجع أشكرهم ليزانفستيسور، أشكرهم ليزانفستيسور على العمل واللي راهم يعاونونا، لأن السكنات حتى الترقاوية مساهمة، ولكن وين يحب القانون ماشي وين تحب أنت.